efforts of Joytua, Jordan Inboard Tour Operator Associations, for their effort to organize and sponsor this very important event. شكرا لكم. حقيقة هذا الحدث هام بالنسبة لنا كقنصلية وبالنسبة للأردن. هو تحت عنوان سياحة المؤتمرات والأعمال، يشكل أهمية كبيرة في عمل تواصل بين المدعوين، الشركات السياحية الكبرى المدعوة هون، وكذلك اللي جاءت من الأردن لهذا الحدث، بهدف التعريف بالحوافز اللي موجودة في الأردن في هذا القطاع. بالتركيز على سياحة الحوافز وسياحة المؤتمرات التي تتميز بها المملكة الأردنية الهاشمية، قدم وفد هيئة السياحة القادم إلى دبي بالعديد من الفرص السياحية المتميزة صورة وافية عن المنتج السياحي الأردني لمن يهتم بالأردن وزيارتها من المقيمين على أرض هذه الدولة الطيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة. الفكرة احنا اليوم بدنا نعرض الأردن كبلد سياحي متميز، سياحي بتخصص معين اللي هو المعارض والمؤتمرات وسياحة الحوافز. الأردن بطبيعتها غير أنها خلابة جداً وفيها مواقع سياحية كثير ومواقع أثرية، لكن هي كمان كبلد فيها حضارة متميزة جداً، حضارة عريقة جداً. الأردن فيها أشياء كثيرة، يعني مزايا طيبة للسياحة، وفيها مناطق أثرية قديمة، وفيها مناطق سياحية، وفيها مطاعم، وفيها أوتيلات، والحمد لله يعني بلدنا كثير كثير ممتازة. يعني اليوم فرصة كثير جيدة وممتازة إنه نكون موجودين في دبي للنادي العرب إمارات، حتى نلتقي بالشركات السياحية المنظمة للرحلات، سواء رحلات الأفراد أو رحلات المجموعات أو رحلات المايس للكونفرنس والميتينج والإنسنتيفز، أوكي، لأنه سوق دبي مهم جداً للسوق الأردني.